فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بنور يغشى هذه السدرة فغشاها ما غشى، فإذا بهذا النور هو الله جل جلاله، ويتكلم مع رسول الله ويفرض عليه أعظم عبادة يحبها الله، يفرض عليه الصلاة 50 صلاة، ويدور حوار بينه وبين الله. ثم بعد ذلك يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقابله موسى فيقول له ماذا قال لك الله؟ يقول فرض علي الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم قال ارجع فإن أمتك لا تطيق. يقول فبدأت أراجع الله حتى نزلها من 50 إلى 5 في الفعل و50 في الأجر، وهذا كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أتى على أقوام ترضخ رؤوسهم بالحجارة، حجر ضخم يرضخ رأسه فيتفتت ثم يعود الرأس ثم يرضخ ثم يعود الرأس ثم يرضخ، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين ينامون وتثقل عليهم الصلوات المكتوبة. نسأل الله أن يهدي كل من يتأخر عن صلاته. نريد أن نتشرف بأننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعلم أن الله بنفسه فرض عليه الصلاة، فعظموا ما فرضه الله بنفسه، ولم يفرضه لا عن طريق ملك ولا عن طريق وحي، بل فرضه بنفسه ألا وهي الصلاة، فعظموا الصلاة في قلوبكم يا كرام. ونريد أن نستفيد من هذه القصة أنها ليست معلومة الوقت ولا احتفالات ولا غيره، نؤمن بها إيمان الغيب، ثقة بأن كل ما وردنا وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح نتبعه. لماذا؟ لأن المؤمن من صفاته أنه يؤمن بالغيب الذي يأتيه من الله. ثم أخيرا، هنيئا لمن ثبت على ما ثبت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إنا نحبك وإنا ننتظر الصباح حتى نراك، وأنت ستموت ونموت وتدخل الجنة ونحن لا نعلم أندخل الجنة أم لا ندخلها، وإن دخلنا الجنة فأنت في أعلى المنازل. فبشر الرسول صلى الله عليه وسلم كل أحبابه، أسأل الله أن نكون منهم، وقال المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة، فأحب محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن مرت أيام صعبة على رسول الله بموت خديجة رضي الله عنها وموت عمه وأذيته من أهل الطائف ومضايقة أهل مكة له حتى إنه اشتد به الكرب وضاقت به نفسه ودعا ربه، إن لم يكن بك علي غضب يا إلهي فلا أبالي ولكن عافيتك أقرب وأحب إلي. هناك ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام ليواسيه ويجهز له كرامة ما حصلت لنبي من قبله وما حصلت لبشر من بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا أنه في ليلة من الليالي يقول بينما كنت نائما في بيتي إذ انشق السقف